انا زال بشاو و شيماء و براءه استنى باقي الطلاب ليجوا

اليوم ان شاء الله حنحكي عن مشكلة. حاخذ درس جديد من المشكلة. اليوم ان شاء الله حنحكي عن مشكلة، أنا يا سامر طيب هيه حنحط المايك قدامنا، هلا هيك الصوت واضح ما يفترض قربت المايك مني كثير ونوصت ال نوصت الكمية ال... 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 الاصوات اللي بياخدها مشان هم... ما تطلع عنكم اصوات الاولاد اللي عم يلعبوا بالحارة وكذا وما فيني اسكر الشباك لانه من غير شي الجو مخنوق وقصة طويلة عريضة وما عندي مكيف انا فقير فالصوت واضح يفترض هيك يكون ما تمام طيب هلا اليوم ما حناخد كثير تمام يعني حناخد افكار هذا الدرس ما حنخلصه الدرس طويل كتير شوي فما حنخلصه كله يعني حنخلص نص المسائل ونص الجاي ان شاء الله بعد العيد لكن فكرته واضحة يعني اللي يعني بيحب يستمر فيه ويكمل دراسته الفكرة واحدة طيب نطلع الأنا قال هذا الدرس بيحكي عن النسبة المئوية اغلب شغلنا عن النسبة المئوية بهذا الدرس قال انت وقت يكون عندك مبيعات مثلا عندك محل هذا المحل آه محل اواعي مثلا اجيت اشتريت كنزة اشتريت بضاعة انت اشتريت الكنزة ب10 ليرات تمام بعدين بعت الكنزة ب ب15 ليرة فقديش بيكون الربح اذا بالتركي كار ما بعرف كير كار car, ما بعرف شلون تنقرا هي وبالانجليزي بروفيت بروفيت اذا كار او بروفيت يعني مقدار الربح مقدار الربح قديش ربحت انا بقطعه معينه يعني. المقدار مقدار الربح باي شيء عم بيعه واشتريه هو الساتش ستش فياتو ناقص ألف فياتر تمام إذا سعر المبيع سعر المبيع ستش مبيع سعر المبيع ناقص سعر الشراء. يعني انا قديش بعته ب 15 ليره اشتريته ب 10 ليرات معناتها انا ربحت 5 ليرات او بالانجليزي بسموها سيلز سيلز يعني مبيعات مثل ساتش سيلز برايس سيلز برايس يعني سعر الشراء ناقص الكوست كوست يعني تكلفه تمام اذا لحتى احسب مقدار ربح باي شيء عم بشتري انا أه بدفع او أه بطرح سعر المبيع ناقص سعر الراسمال بي بيسموه بالسوق الراسمال تبعه يعني سعر الكوست تبعه الكلفة تبعه طيب في عندنا شغلة تانية اسمها زرار بالتركي زرار بالإنجليزي لوس وبالعربي خسارة مقدار الخسارة مقدار الخسارة هو سعر المبيع سعر الشراء عفواً ناقص سعر المبيع يعني مثلاً أنا اشتريت قطعة بعشر ليرات وبعتها بثمان ليرات قديش مقدار الخسارة؟ هو سعر الشراء اللي هو عشرة ناقص سعر المبيع قديش بعتها انا ب 8 فبتصير سعر او كميه الخساره تبعي ليرتين طيب هلا في حال كان عندي آه تاجر هذا التاجر اجى اشترى قطعه بسعر أي تمام؟ اذا اشترى قطعه بسعر أي وباع بمقدار ربح مثلا خمسة بالمية او اي بالمية صغيرة فقديش السعر الكلي اذا السعر بعد ربح اي بالمية شو يعني اي بالمية يعني مثلا بدي اربح بالقطعة اثنين بالمية ثلاثة بالمية اربعة بالمية الى اخره اي بالمية هو السعر الفياتر يعني فيات برايس او برايس يعني هو يا فيات يا سعر يا برايس برايس بالانجليزي فيات بالتركي وسعر بالانجليزي بالهندي فهو سعر التكلفة اذا السعر النهائي هو سعر التكلفة زائد سعر التكلفة مضروب بنسبة الربح اذا هاي الاية عن شو بتعبر عن سعر التكلفة يعني الرأسمال مال وهي الاية بالمية بتعبر عن نسبة الربح تمام حنشوف امثلة لا تاكلوها طيب اخر قاعدة بناخدها السعر بعد التخفيضات لان افترض انه في عملية اندرم صايرة اندرم يعني تخفيضات او بالانجليزي سولدز تخفيضات فلنفترض السعر بعد تخفيض مثلا بي بالمية السعر البرايس او الفيات هو بي ناقص بي ضرب بي بالمية هلا عن شو بتعبر هاي البي يا بتعبر عن الكوست التكلفة يعني يا بتعبر حسب المسألة يا بتعبر عن سعر القطعة مثلا انا في عندي قطعة حقها 100 ليرة تمام عامل اندرم عليها 20 بالمية معناتها قد صار حقها 80 ليرة النسوان بيفهموا بهالامور كونه كتير بيعملوا شوبينج خلونا نكتب هدول الشغلات مشان نبلش نحل الأمثلة عم حنام على الميكروفون شو رأيكم بنات درس اليوم قوم نحط راسنا نكمل نومتنا عم يصير معي أرق وقلق طول الليل ما عم نام للساعة عشرة الصبح يا صار لازم يخلص رمضان والله يعني تعبنا حاش لا والله ما بري عيني عينه عزيمه طيب نشوف الدرس الأو... المثال الاول يلا مو مطولين نحن شغلت ساعه بالكثير ان شاء الله هانجي سينن 20% س... سي 800 دور يعني عم يقول شو هو العدد يلي اذا اخذت ال 20% منه للعدد ها 20% من العدد بيطلع معي 800 بالانجليزي اف 20% of uh, a certain number يعني عدد معين في حال كان عندي 20% من عدد معين is 800 يعني الناتج 800 what is the number هنجي هون اي نمبر اللي 20 بالمية او اي آه سايا ساي مدري شو ال 20% منه بيعطينا 80 800 فانا بفترض انه العدد هو اكس بيجي بضربه 20% فيفترض شو يعطيني على حكي المساله 800 بتروح صفر مع صفر بتروح هي مع هي بصفة معنا هون خمسة بالتالي اكس يساوي 800 ضرب خمسة ويساوي أربعة آلاف ممتاز أحمد وعقيل شوف المثال اللي بعده عم يقول عنا صفر فاصلة خمسة وعشرين من اصل 16% قديش؟ تمام؟ يعني 0.25 ضرب 16% او بالانجليزي قايل وات از 16% اوف 0.125 نفس الشيء تمام؟ اذا 0.25 ضرب 16 على 100 قديش يساوي؟ ف 16% بالمية كل ما بنشوف 16% بالمية 50% بالمية هي 16 على 100 50 على 100 25 على 100 23 على 100 اه no? 23% بالمية. طيب الصفر 125 هي 125 على 1000 ضرب 16 على 100 بعمل عمليه تبسيط ببس تفضل عم بصيت. آخر شيء بيطلع معي جواب واحد على خمسين برابو أحمد برابو جيو زي جواب واحد على خمسين مثالي بعدو عم يقول إنسان وجود سبعين بالمية سودور طيب افترض انه ما بعرف شو هي الفوجو تمام شو هذا شو هي الكلمه انسان انسان بالمئة منه للانسان سو سو يعني انت بجسمك بالمئة من جسمك مي تمام وفقا لذلك في حال كان عندي كتله 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 يعني فينا نقول وزن هي كتلة كمان بيمشي حالها بالفيزياء يعني. في حال كان عندي كتلة 90 كيلو جرام. كاتش كيلو جرام سو فار ها؟ فبجي بقول أنا 70% من الكتلة الكلية اللي هي 90 بتروح صفر مع صفر، صفر مع صفر، بيطلع معي 63 كيلو جرام مي بقلب ال 90 كيلوغرام برافو سندس وديانا واحمد وعقل طبع. طيب نيجي للانجليزي 70% of a human body is water human يعني انسان body يعني is water water يعني سو so. Accordingly, وفقا لذلك, if the mass of a person is 90 kg, يعني في حال كان الوزن 90 كيلوغرام person, شخص, mass, هون المقصود فيها كتلة. mass, كتلة. يعني يعني المعنى السياقي لوزن الإنسان. لكن بالفيزياء بيقولوا كتلة. ما بيقولوا وزن. لأن الوزن واحدته نيوتن. الوزن إلي شاطر بالفيزياء وزن واحد تون نيوتن ليش؟ لانه بيجي بيضرب الكتلة بالجاذبية بيقوم بيطلع معي قوة الوزن نحن عم نقول وزن لكن هو التعريف الصحيح الكتلة او المصطلح الصحيح المهم ما علينا How many kilogram يعني قديش في كيلوغرامات water يعني مي is there in his or her body يعني قديش في مي بالكيلوغرام بالجسم هذا الانسان اهلا وسهلا احمد ما في مشكله فمثل ما قلنا نحن عندنا 70% ضرب كتله هذا الجسم بيطلع معنا 63 كيلو جرام مي شوف مثالي بعده عندي. عندي بير اورنجي سينافدا سرلان 60 سرلان 18 ينلش جواب لقوري بو اورنجي باشري اوراني كاتش يعني حسب ما فهمت أنا أنه في عنا امتحان في ستين سؤال جاوب هذا الطالب 18 جواب خطأ تمام بالتالي قديش نسبة عدد الأسئلة الصحيحة بو بورينجي باشري يمكن آآ آآ باشري معدل أو هيك شيء يعني قديش جاب علامة هذا الطالب قديش معدله لهذا الطالب قديش انت كيف بتحسب علامتك لما بنشوف. بالانجليزي if a student gives uh, wrong answers to uh, 18 of 60 questions what percent is success rate of the student قديش هي نسبة نجاح مقصود هون قديش علامته للطالب مو نسبة نجاح قديش علامة الطالب طيب الطالب جاوب من اصل 60 سؤال 18 سؤال خطا معناتها صفي عنده 42 سؤال دغرو صح تمام اذا 42 سؤال فكيف بحسب نسبه المئويه الاسئله الصحيحه شوف عندك طريقتين يا بتقول 42 اللي هو عدد الاسئله الصحيحه على عدد الاسئله الكلي ضرب 100% يا اما بنلجا للطريقه اللي بتقول كل 60 سؤال تقابل 100 نفس الشيء طبعا كل 42 سؤال تقابل اكس طبعا بنفس الطريقة يعني التنتين حيأدوا انه عدد الاسئلة الصحيحة على عدد الاسئلة الكلية ضرب 100% طبعا هي بس منظر بحطها 100% هي 100 على 100 تمام المهم بيطلع معي اخر شيء الجواب سبعين بالمية. برافو جي وسارة. واحمد وبراء. شوف المثال رقم خمسة. شكل دي دايرة آه جرافيك، يعني انه عندي مخطط دائرة بهذا الشكل. خمسة وأربعين كشلك كشلك يعني مختلط والعياذ بالله خمسة آه وأربعين مختلط صف كز وإركك يعني عنا خمسة وأربعين شخص ذكور وإناث ضمن صف مختلط إذا التوبلام لام خمسة شخص أورينجي ليرن يعني طلاب ضمن صف ما لهم طعمي هدول بوناغوري إركك اورينجي سيانن عدد الطلاب الذكور جوستين مركزي آتش آتش يعني زاوية ألفا كاتش بالدرجة إذا بدو زاوية عدد الطلاب الذكور قد زاوية عدد الطلاب الذكور بالدرجة تمام كاتش آتش زاوية ألفا درجي اير كيك على كل هو راسم لنا اياها في حال ما فهمنا يعني انه بده الالفا الالفا هي درجه القطاع الخاص او اللي بيمثل الطلاب السكو طيب بالانجليزي in the circular circular يعني دائري graph graph مثل graph يعني بال هي كلمه انجليزيه بس الاتراك سرقوها مخطط المعطى given معطى a distribution distribution يعني توزيع كلمة distribution يعني توزيع بكرة إن شاء الله اللي بيفوتوا هندسة كمبيوتر في شغلة اسمها distribution systems هي من أعقد الأمور الموجودة بالكمبيوتر الأنظمة الموزعة بسموها distribution systems إذا distribution of male and female يعني توزيع من أو اختلاط توزيعهم Uh, بين ميل ذكور وفيميل اناث ستودنتس ان ا كلاس روم اوف 45 ستودنتس في عندي توزيع من طلاب الذكور والاناث في صف كلاس روم يعني صف صنف يعني ل 45 طالب اكوردنلي وات ديجري قديش درجة ان ذا سنترال انجل انجل يعني اتش يعني زاوية الفا شوينج نمبر of male students showing يعني تورينا أو توضح أو تظهر number يعني عدد male ذكور و students طلاب بالتالي شو هي الزاوية اللي بتظهر عدد الطلاب حلو هلا نحن كم طالب ذكر عنا هلا عنا 24 ايركيك kick ذكر تمام طيب بيجي بقول اول شيء لازم احسب ا اه او فيني اقول انه كل 360 كل 360 درجه قديش تقابل عدد الطلاب الكلي اللي هو 45 كل 24 او عفوا كل اكس لانه بدي احسب هلا الالفا حقول الفا كل الفا تقابل قد ايه عدد الذكور اللي هن 24 بالتالي الفا يساوي 360 ضرب 24 على 45 بيطلع معنا الجواب 192 درجة برافو جيو احمد وساره وعقيل وسندس وبراء ممتازين يلا هذا المثال اللي بعده فكروا فيه لحالكم معكم ديتين برافو جيور جواب ستة إذا الحل عندي كتلة 12% منها شكر سكر. إذا 12% من الكتلة هي سكر والباقي اون شكر يعني بدون سكر تمام؟ بس اللي بدون سكر بيعطيني 24 44 كيلو جرام بدون سكر يعني لنفترض أنا, انا عندي كتلة X 12% منها سكر و88% بدون سكر. بس ال88% بتعطيني يعني 88% من X يعني في هو 44 كيلو جرام سكر. فأنا بقول 88 على 100 ضرب الكتلة اللي هي X بيعطيني 44 كيلو جرام. فاكس الكليه هي 50 كيلوغرام لذلك الكتله الكليه هي 50 كيلوغرام الكتله الكليه كتله اي شيء شو ما كانت تكون يعني جاتو شو ما كان 50 كيلوغرام 44% منها بدون سكر معناتها قد ايش صفي مع مع سكر 6 فينا نقول 50 ناقص 44 بيطلع معي 6 او فيني اقول 12% ضرب 50 كمان بيطلع معي 6 ليش 12% لانه 12% سكر بالانجليزي how many kilogram sugar يعني شكر must be mixed mixed uh, مخلوط with 44 كيلوغرام فلور يعني بدون سكر او هيك شيء to make a flour sugar mixture of 12% طبعا الترجمة بتأسي لكن هو المقصود انه لا لا والله لا ترجمة صحيحة انه كم كيلو جرام سكر لصنعه مع 44 كيلو جرام بدون سكر ليصبح عندنا خليط 12% يعني التركي انا بعتقد المسألة كانت اوضح انه عندي 8 عندي 12% آه بدون مع سكر معناتها قد ايه صفي بدون سكر؟ 88% من اصل الكتلة الكلية فبدون سكر انا 44 كيلو جرام تمام؟ هون يمكن جايبين صرت طحين كارش يمكن طحين ما بعرف والله انو كلمة طحين اون يمكن ان ان طحين مو؟ ولا اون بدون والله ما بعرف المهم الفلور هو الطحين بالانجليزي لكن بالتركي ما بعرف شو هو ننتقل للسؤال اللي بعده يلا معكم دقيقتين تحاولوا فيه طيب بالنسبة لهذا السؤال عم يقول لي ما بير مالن مالن يمكن ما بعرف شو هي الش فيات الش يعني سعر الشراء لنا كلمة الش يعني آه سعر التكلفة أو الشراء ساتش مبيع فياتن خمسة عتمانة آه اشتر اشتر يعني متساوي يعني سعر الشراء يساوي خمسة على ثمانية من سعر المبيع. بومال أليش فيات؟ يعني سعر الشراء. أزرن دي يوز كنسبة مئوية. كاتش. كار. كارل يمكن الارباح او النسبة المئوية للربح بالنسبة لسعر الشراء هيك المقصود تمام سطل سطل يعني مبيع تمام يعني قديش النسبة المئوية <applause> للربح بهذا ال للربح بهي الشغلة اللي اشتريناها معلن. بالإنجليزي purchase, purchase يعني سعر ال... <applause> الشراء, purchase, شراء, purchase price of product, product يعني منتج يمكن مالن معناتها منتج إذاً سعر الشراء لمنتج is equal إشيت لخمسة على 8 uh, of the sales سعر السطش price fiat يعني إذاً سعر الشراء يساوي 5 على 8 من سعر المبيع. قديش وات؟ بيرسنت از بيرسنت يعني نسبة مئوية، از ذا بروفيت، بروفيت يعني كارل كارلا مدري شو، كار هي، كار أنا بعرف تلج بس ما بعرف هي شلون بتنقرا. ميد فروم، ميد حققت أو uh, أنتجت أو استطعنا يعني إنجازها، فروم سيلز من مبيعات أبون ذا بيرشايس وفقا ابون يعني وفقا ل اللي هو ال المبيع برايس اوف ذا برودكت تمام اذا نحن عندنا سعر الشراء يساوي 5 على 8 من سعر المبيع يعني هو بده نسبة الأرباح قديش كنسبة مئوية؟ يعني في حالة قلنا نحن إنه سعر الشراء هو إكس و5 على 8 ضرب سعر المبيع، معناتها سعر المبيع يساوي 8 على 5 ضرب x تمام طيب افترضوا انه هذا البرودكت المبيع تبعه واحد الشراء انا اشتريته بليرة معناتها المبيع تبعه قديش حيكون ب 8 على 5 شو بيجي بيعمل هلا بيجي بيضرب هون ب 25 او ب 20 عفوا تعالوا نضرب هون ب 20 ونضرب هون ب 20 كمان ليش مشان تصير 160 على 100 يعني مية وستين بالمية يعني أنا بعته بمقدار مية وستين بالمية يعني كانت نسبة الربح إذا أنا بعته عن حقه زيادة يعني أنا بعته بمية وستين بالمية لذلك مقدار الربح ستين بالمية تمام؟ انتبهها إذا أنا بعته بمية وستين بالمية يعني مثلا أنا اشتريته بمية ليرة بعته بمية وستين قديش ربحت؟ 60 ليره، فمقدار البروفيت تبعي 60% هي بالنسبة لهذا السؤال، ننتقل للسؤال اللي بعده قال عندي 180 تيلا الانن بير مالدن مالدن 30% كار ال دي استنيور تمام معش تشوفوها بالاعاده وصدقا صدقا اذا ما فهمتوها بالاعاده آه يعني بس ينزل الفيديو والله لا اشرح لكم اياها مره ثانيه ان شاء الله بعد لي باذن الله تمام طيب عم يقول انا عندي هون آآ مخ آآ منتج او شغله حقها 180 تاله كار يعني ربح بده يربح فيها 30% بالمية. استنيور يريد يريد مدري شو ارباح 30% بالمية من لمنتج او شغله حقها 180 تاله وفقا لذلك هذا المال مال يمكن برودكت هذا المنتج كاتش تيلي سطل مالي ديرنا يعني هذا المنتج قديش حينباع سطل سطل مبيع يباع قديش حيباع بالتالي بعد ما نحقق ارباح 130% تمام اذا حق المنتج 180 ليره انا بدي احقق ارباح 30% بالمية. يعني 30 عم معناتها قديش لازم احقق ارباح 3 ضرب 18 يعني 54 تيلة اذا ربحي في لهذا المنتج حقق ربح 54 ليرة معناتها قديش السعر الكلي هو 180 زائد 5 او 54 بيطلع معنا 243 تيلة مقدار الربح برافو جيو ديانا وعقيل بالانجليزي a person person يعني شخص is planning يخطط to sell sell يعني يبيع مثل السال يمكن الساتل او هيك شيء sell product for 180 تلاوي with a profit profit <coughs> هي كار نفسها اوف 30% يعني الربح 30% اذا هو بده يخطط منتج حقه 180 تيلي مع ربح with مع ربح 30% وفقا لذلك how much the price in tele قديش السعر بالتالي أه اللي انباع sold product product منتج sold يعني أه بيع او يعني عمليه بيع sold هو المبني المجهول او فينا نقول اذا هذا المنتج قديش حيباع بالتالي تمام واضح هاي المساله بعتقد نيجي السؤال بعده سؤال رقم 9 the price of ليش حاطط التركي قبل الانجليزي يعني ليش هالميازه ليش العنصري مهم خلينا نشوف التركي اكي جوملك جوملك يعني قميص عندي قميصين برنن الاول فيات سعر الاول دغرنن فيات فياتن 80% امم كانه عم يقول السعر الاول يساوي 80% من السعر الثاني دغرنن يمكن هون تغير او 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 قيمته هيك شيء تمام اذا عندي قميصين قميص اكس وقميص واي قميص اكس يساوي ثمانين بالمية من سعر القميص واي كمان عم يقول انه اكي جملين توبلا فيات يعني السعر الاجمالي للقميصين هو خمسة واربعين تيلة يعني اكس زائد واي يساوي خمسة واربعين تيلي وفقا لذلك اجوس وجوس يعني الرخيص وجوز إن رخيص عكس بهالو بهالو غالي يمكن أجوز أولا جملك يعني القميص الرخيص قد بالتالي؟ برافو عليكم 20 طيب إذا نحنا عندنا القميص الأول يساوي 80% من القميص الثاني والقميص الأول زائد القميص الثاني يساوي 45 ليره فيك تعوض بحل المشترك للمعادلتين طبعا ما حل انا لانه انتم اكيد بتعرفوا تحلوها فيك تعود مثلا مباشره هون 80 على 100 واي زائد واي المهم حيطلع معك اخر شيء انه قيمه الواي آه، اللهم صل على سيدنا محمد 25 تالة وبالتالي قيمه الاكس بتكون 20 تالة فالاجوز الاجوز هو ال 20 bring the price of one of two shares يعني سعر واحد من قميصين is 80% of the price of the other يعني هو 80% من سعر الاخر other يعني اخر في فيلم اسمه حلو حلو اسمه the others if the total price في حال كان السعر الكلي الاجمالي of two shares للقميصين is 45 تلي how much the price in tele قديش السعر بالتالي للي cheaper cheaper يعني أجوز cheap رخيص cheaper الأرخص cheaper one الأرخص القميص الأرخص طيب نجي السؤال بقى عندنا بير مال مال خلاص حفظناها إذا من كتر ما معنا هي منتج برودكت بالانجليزي عندنا منتج 85% من ارباحه بيعطيني 85 تيلي ساتل جوري لا عم يقول انه في عندي منتج اذا ربحت في خمسة بالمية حيكون السعر النهائي او سعر المبيع او يباع هون سطل يباع بخمسة 85 ليرة مع ربح خمسة بالمية بومالون هذا المنتج سطش سطش يعني مبيع ال دي كار قديش ربحت بهذا المنتج بالتالي اذا قديش ربحت بهذا المنتج بالتالي طيب اذا سعر المنتج 85 تالة أنا ربحت بالمنتج 25% بالمئة. تمام؟ فلحتى أعرف قديش ربحت بالمنتج أنا لازم أطرح السعر النهائي أو عفوا سعر الشراء ضرب الربح. طيب شو بعمل؟ بيجي بقول حأفرض إنه أنا الكوست كلفني هذا او اشتريته الش آه فيات او سعر الشراء كلفني اكس ربحت في الربح في البروفيت قديش ربحت 25% من سعر شرائه يعني انا اشتريته مثلا باكس سعر فربحت زيادة بعته بسعر التكلفة زائد 25% يعني بيطلع معي اكس على أربعة إذا مقدار الربح تبعي هو ربعه ربحت فيه الربع لذلك سعر المبيع الكلي المبيع الكلي سعر البيع الكلي قديش بعته أنا هو سعر التكلفة زائد الربح أنا كلفني مثلا 100 ليرة وربحت فيه 25 ليرة معناتها المبيع قديش بيكون 125 ليرة قال المبيع عندي اياه 85 تيلي عم يقول لك انه انا بعته ب 85 تيلي وهون بقى بعمل عمليه توحيد بقامات المهم بيطلع معي الاكس 86 تيلي هاد شو؟ هاد سعر الشراء انا قديش اشتريته؟ قديش راس ماله؟ طيب قديش ربحت فيه؟ انا ربحت فيه 25% بالمية. او فيني اقول انه انا بعته ب 85 واشتريته 68 معناتها قديش ربحت؟ بقول 85 ناقص 68 بيطلع معي 17 تالة انه ربحت فيه 17 تالة اذا لحتى احسب مقدار الربح فانا بطرح سعر المبيع من سعر الشراء نجي للسؤال اللي عندي ثلاث شغلات تانسة سي تانسي يعني كمية ثلاث وحدات ثلاثين تالة ألدغي كلام يعني عندي ثلاث أقلام حقهم ثلاثين ليرة حسب ما فهمت لهلا قلم يعني قلم كالم ثلاث أقلام حقهم ثلاثين ليرة خمسة منهم 75 ليرة ساتان سات تم اذا ساتان يمكن قصدهم هون بياع او هيك شيء انه تم عمليه بيع لخمس اقلام او خمس واحدات ب 75 ليرة علما انه هن حقهن ثلاث ثلاث اقلام حقهن 30 ليرة ها؟ كار يوز دي كاتش يعني قديش النسبة المئوية للربح بالانجليزي if a dealer dealer يعني تاجر buys 3 pencils of for 30 تيلي يعني انه اشترى 3 اقلام رصاص ب 30 تيلي and sells 5 pencils for 75 تيلي انه باع 5 اقلام ب 75 تيلي what percent is the, uh, is the profit made on all sales قديش النسبة المئوية بيرسنت هون لازم يقول هو بيرسنتج بالانجليزي لكن يلا ما هي النسبة المئوية للبروفيت المحققة من كل المبيعات اذا الثلاث اقلام حقهم 30 ليرة معناتها كل قلم حقه 10 ليرات اذا كل قلم حقه 10 ليرات اذا هذا شو هذا الشراء انا اشتريت 3 اقلام ب 30 ليره معناتها كل قلم 10 ليرات طيب المبيع اجيت بعت 5 اقلام ب 75 ليره معناتها كل قلم بعته ب 15 ليره قسمت 75 على 5 اذا بعد خ... آه الألم 15 ليرة معناتها قديش ربحت بكل قلم مقدار آه البيع ناقص الشراء أنا اشتريته ب 10 وبعته ب 15 معناتها ربحت 5 ليرات كاملة طيب شلون بحسب النسبة المئوية للربح هو سعر المبيع على سعر الشراء آه عفوا مقدار الربح على سعر الشراء أنا بعته بخمسة أو ربحت فيه خمسة واشتريته بعشرة ضرب مية بالمية بيطلع معي جواب خمسين بالمية إذا أنا ربحت خمسين بالمية إذا شلون بحسب نسبة المئوية للربح هو مقدار الربح اللي هو خمس ليرات على سعر الشراء تمام ما. نجي السؤال اللي بعده ألش فيات وزردن 30 بالمية كار؟ كار يعني ربح ألش شراء فيات سعر 30 بالمية طيب سطلن سطلان يمكن سطلان بيرمالا ساتش فيات وزردن 10 بالمية اندرم بليور يب يب إذا اندرم تنزيلات 10 بالمية على سعر المبيع إذا عندي منتج أنا ربحت فيه لهالمنتج هاد 30% تمام؟ وانعمل عليه اندرم بعدين 10%. الاندرم ال 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 سعر المنتج بعد الاندرم 58.5 تيلي اذا سعر المنتج بعد الاندرم 58.5 تيلي سعر المبيع قديش؟ أو عفوا سعر الشراء قديش؟ تمام؟ إذا بالإنجليزي if 10% discount of conducted upon its sales price for product sold with profit 30% upon purchase price إذا السعر تعو إذا أول شيء Purchase برايس او الالش فيات الالش فيات حافرضه حافرضه 100 اكس ليش فرضته مو ما فرضته اكس فرضته 100 مشان يسهلني بالحسابات هلا سهل لي عملية الحسابات، إذا أنا فيني أفرضه 100 إكس، فيني أفرضه مليون إكس، فيني أفرضه إكس على الحل، فيني أفرضه إكس على 100، بفرضه شلون ما بدي، اسمع فرض، إذا أنا فرضته 100 إكس مشان يسهل لي بعملية الحسابات، تمام؟ طيب اجيت قديش بعته؟ بعته بمقدار 30% ربح يعني انا ضفت لحقه 30% ارباح لذلك سعر المبيع دائما يا ابني سعر المبيع هو سعر الشراء زائد الربح قد سعر الشراء 100 اكس قد سعر الربح قد و... ايش 30% ضرب 100 اكس يعني بيطلع معي 130 اكس اذا انا اشتريته ب 100 اكس وبعته ب 130 اكس فعلا مقدار الربح قد ايش 30% تمام اذا سعر المبيع كان 130 اكس برافو احمد جواب 50 اذا سعر المبيع 130 اللهم يا ربي بس دقيقة شوي وين قناة أسس لا انا ذولو وحيد قناه تشانل لايف اذا بس كنت عم بفتح فيديو على بس على الموبايل لانه شو اسمه اخونا اللابتوب طفى وهذا اللابتوب قصته قصه بالشحن يعني يعني هذا ما بيشحن الا بال بطريقة معينة شغلة طويلة إذا سعر المبيع يساوي سعر الشراء زائد الربح سعر المبيع 100 إكس قلنا فرضنا سعر الشراء عفوا فرضنا 100 إكس وسعر الربح هو 30% من سعر الشراء فبيطلع معي 130 إكس لهون خلصنا إحنا وصلنا تقريبا لهون طيب هلا عم يقول أنا سعر المبيع عملت 10% تخفيضات عليه يعني اجيت انا قلت 130 اكس عملت عليها تخفيضات 10% فطلع معي 13 اكس اذا انا نزلته 13 اكس معناتها السعر حكمل هون فوق 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 حكمل السعر بعد التنزيلات هو قديش سعره سعر المبيع 130 اكس، قديش نزلته؟ 13 اكس، فقديش صار السعر بعد التنزيل؟ 117 اكس. فعم يقول هو: السعر بعد التنزيل صار 58.5 تيلي. هلا بحسب الاكس تطلع معي الاكس 0.5 هو شو بده؟ هو سعر الشراء الـ purchase price سعر الشراء قد ايش؟ سعر الشراء انا فرضته 100 اكس فبقول 100 ضرب 0.5 ويساوي 50 تيلي اذا انا اشتريته ب 50 ليره بعته فرضت انا اذا سعر الشراء 100 اكس سعر المبيع دائما هو سعر الشراء زائد الربح انا اشتريته ب 100 اكس وربحت 30% من سعره هذا مقدار الربح فطلع معي سعر المبيع 330 اكس هلا كان مقدار التنزيلات 10% هي 10% ليكو فبقول سعر المبيع هو 130 اكس ضرب كمية التنزيلات اللي هي 10% فبيطلع معي انا نزلت سعره 13 اكس فصار سعره بعد التنزيلات هو سعر المبيع ناقص كمية التنزيلات سعر المبيع 130 اكس كمية التنزيلات 13 اكس فصار السعر النهائي بعد عملية الربح والتنزيل 117 اكس هون بعته ب 158.5 فبتطلع معي قيمة الاكس 0.5 يعني سعر بعد التنز... سعر الشراء صار 50 تلي. اخر مثال وبنوقف درسنا اليوم كل عام وانتم بخير ان شاء الله بنشوفكم بعد العيد بعيطكم مرة ثانية بعد ما ينتهي المثال. عندنا 130 تالة الينان بير مال 20% كار سطل بيع إذا 130 عم يقول عندي منتج 130 ربحت فيه 20% وبعته إذا بعت منتج 130 تيلة حقه 130 تيلة مع 20% ربح بناء على ذلك هذا المنتج ساتش كاتش تيلي 156 برافو ديانا واحمر. اذا المنتج تبعي حقه 130 تيلي ربحت فيه 20% من ال 130 بيطلع معي سعر المبيع النهائي. اذا قلنا القاعدة سعر المبيع يساوي سعر المنتج او التكلفة سعر الشراء اللي هي 130 زائد مقدار الربح كيف بحسب الربح انا الربح هو نسبة الربح نسبة المئوية الربح اللي هي 20 بالمية بروفيت ربح من اصل حق المنتج فبيطلع معي سعر المنتج 156 بالانجليزي if a product مونتاج uh, منتج which is purchased يعني بيع او عفوا اشترينا uh, 130 uh, وثلاثين اذا purchased اشترينا بمية 130 تالي is sold sold بيع with the profit of 20% يعني بيع ب بي, uh, ارباح profit 20% how much the price and tele كم هو او كم كمية السعر ما هو السعر يعني بالتالي is the uh, purchase price of this product يعني سعر مبيع المنتج مقصود هون purchase price سعر مبيع المنتج هون إحنا اشتريناه بيرتشيزد اشتري بالماضي هون بيرتشيز يعني بالحاضر يعني انه قديش سعر المبيع تبعه هلا تمام بالتالي سعر التكلفه زائد الربح الربح بحسبه النسبه المئويه ضرب التكلفه بجمعهم مع بعض بيطلع معي سعر المبيع الكلي اللي هو 156 هيك بيكون انتهى درس اليوم درس مهم كان او بتمنى هيك نعمل مراجعه على كل المشكلات تقريبا نحن خلصنا نص المنهاج بالمشكلات هلا والنص الثاني الاسبوع القادم بعد العيد باذن الله كل عام وانتم بخير وتصبحوا على خير والى اللقاء